مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي مباشر. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الأضحى المبارك على الأبواب، وأيضا عيد الفلاح المصري يوم 9/9. هو عيد لكل المصريين، لأن الفلاح المصري رمز الإنتاج والوطنية، رمز العطاء لمصر وللمصريين. الفلاح المصري آن الأوان إن هو يستفيد من كل الإمكانيات المتاحة في الدولة، يستفيد أيضا من الأحداث السياسية والتغيرات والإرادة. في هذه الفترة نجد أن هناك إرادة سياسية وعزم من الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين أوضاع الفلاحين، وأن يكون ليه مكانة أقوى، أن هو يتوفر له كل مستلزمات إنتاجه، وأيضا يحقق هامش ربح في نهاية الموسم. ومثال على ذلك بعض القوانين اللي تم تفعيلها أو الإسراع في تفعيل بنودها، زي قانون التأمين الصحي لما يقدم من خدمات للفلاحين كانوا محروم منها من سنوات طويلة. عدد كبير جدا من الخطوات بتقوم بيه الدولة. كل سنة وحضراتكم طيبين. في بداية هذه الحلقة بنتكلم على قش الأرز وموسم حصاد الأرز. محافظات مسموح فيها بزراعات الأرز فيها مساحات كبيرة، وأيضا فيها مساحات أخرى مخالفة. مستعدين نقدر نتعامل مع قش الأرز ونستفيد بكل يعني إمكانياتنا المتاحة. أنا مع الهاتف المهندس عادل محمد العتال، وكيل وزارة الزراعة محافظة الغربية. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا. كل سنة ومعاليك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، وألف مبروك على توليك هذا المنصب، وربنا يوفقك. ربنا يخليك. موسم حصاد الأرز مرتبط بقش الأرز، استعداداتنا إيه في محافظة الغربية؟ أنا الأول بهني جمهورية مصر العربية بعيد الأضحى المبارك وعيد الفلاح 9 سبتمبر، وكل سنة ومصر بخير وبسعادة، ونكون دائما وأبدا أفضل من السنين السابقة إن شاء الله. وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. بداية محافظة الغربية من المحافظات الرائدة في زراعة الأرز، وكان عندي السنة دي ما يقرب من 128 ألف فدان أرز منزرع، منهم 70 ألف فدان دورة زراعية، والباقي حوالي 58 ألف فدان بالمخالفة. دلوقتي تم حصاد حوالي 5500 فدان أرز، تم حصادهم في المساحات اللي هي متخمة لكفر الشيخ بمركز المحله. أيوة. وجاري الان عمليات كبس وعمليات تجميع وعمليات ضم على خير اكمل وجه. تمام. بالنسبه ان احنا بنقدم للفلاح المصري كل الدعم، وبنقول له في تجميع الرز في تجمعات لحتى 300 طن، البيئة تدينا 50 جنيه عن كل طن، وفي عندي حوالي أكثر من 20 تجمع لتجميع قش الأرز وخاصة في مركز المحلة. بالإضافة إلى عمليات الكبس والتجميع دي، إحنا بنضيف أسمدة يوريا على الكومات لكل مزارع عايز يعمل أسمدة أعلاف، ويتم عن طريق المهندسين الزراعيين كل في حقوله في حقول المزارع نفسه. بالإضافة إلى إن إحنا بنعمل للمزارع برضه كومات سمادية، بنضيف القش الرز وروس المواشي طبقه على طبقه، ونحط الماده اي ام 1، وبيكون سماد طيب للارض الزراعيه ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص احنا انتهينا من مرحله حصر المخالفين بالنسبه لمساحات الارز المخالف، بدليل ان حضرتك عندك ارقام دقيقه للمخالفين. لكن انا داخل على مرحله جديده، اللي هيحرق قش الارز هتعامل معاه ازاي؟ ومين المسؤول، وزاره الزراعه ام وزاره البيئه؟ بالنسبه لحرق قش الرز، احنا عملنا ندوات، وهنا برضو في قناه مصر الزراعيه انا رحت مره واثنين وثلاثه، وعملت نداء ورجاء لجميع المزارعين اللي هم عندهم قش رز او عندهم رز، ممنوع منعا باتا الحرق اي مساحه قش رز او اي كميه قش رز. أيوة. ولكن لا قدر الله في حد حرق، احنا برجاله الزراعه والبيئه بناخد اسم المزارع اللي هو حارق، والبيئه بتحرر له محضر. طيب. حرق قش رز والمحضر يعني بيوصل الى 3-4 آلاف جنيه، ويعني احنا نفسنا ان احنا ما يكونش فيه اي مزارع يحرق، وما نعملش اي محضر الحريق ان شاء الله. المحضر بيوصل ل 3-4 آلاف جنيه غرامه. تمام. طيب
عدد المكابس اللي موجوده عندي، حضرتك قلت لي عندي اكتر من 20 مركز لتجميع القش واغلبهم في المحله. عدد المكابس، وهل احنا في احتياج لمكابس اكتر؟ ولو حصل عندي ازمه في منطقه والناس جمعت القش وقالت لي محتاجين مكبس، دول ممكن نوفر لهم المكبس بالتنسيق مع البيئه؟ حضرتك استاذ سامح، المكابس ان شاء الله متوفره. أيوه. وموجوده في محطه مكانه المحله بمركز المحله، وعلى استعداد لتاجيرها لاي شباب، اي شباب ان هم ياخدوا المكبس ويكبسوا ويقوموا حتى 300 طن، ولهم على الطن 50 جنيه من البيئه. دي رقم واحد. رقم اثنين، هو هيخزنه في حدود 6 ابيض 8 ابيض لمده شهرين او ثلاثه، هيبيع الطن ب 250 جنيه، يبقى في مكسب عالي جدا جدا للشباب، ونخلق فرص عماله للشباب. تمام. كان في جزئيه يعني متعلقه بمشاكل من الموسم توريد القمح، وفي بعض المشاكل يعني هي بسيطه بالنسبه لنا لكن هي مهمه قوي عند الفلاح ان هي تتحل. فانا يعني هستاذنك، كان في الحاج محمود الكشك من شبشير، من ورد القمح لصوامع شبشير، هو تبع جمعيه الحصه في محله روح. الراجل ده كل اللي ورده 500 كيلو قمح. فيعني احنا تواصلنا مع حضرتك وتواصلنا مع استاذ ابراهيم مدير التسويق، بلغوا قال له ان بلغنا الشخص اللي اسمه محمد دياب مأجر الشونه وفي انتظار رده. فيعني ده الراجل مورد 500 كيلو من اخر شهر 6 تقريبا، واحنا داخلين على عيد الاضحى المبارك، فيعني عايزين يعني سرعه ومتابعه من حضرتك لهذه المشكله عشان ياخد فلوسه. هو الحاج جاي فعلا المكتب، واني اتاكد تماما تواصلت مع المطحن، ولحد ما عرفنا ان المطحن ده المسؤول عنه الحاج دياب ده من المنوفيه، وفعلا تواصلنا مع الحاج دياب، وان شاء الله في سبيل ان هو وغيره ينحل مشكلته ان شاء الله. طيب، في اجراءات قانونيه ممكن نتخذها؟ يعني احنا دلوقتي حاله الحاج محمود دي ده فرد من الناس اللي ليها فلوس، ممكن نصعد الموضوع اكتر ويتخذ ضدهم اجراءات قانونيه، لان حق الناس دي المفروض يرجع بسرعه ياخدوا فلوسهم. الراجل قال لي كلمه في المداخله، انت بتسويني بالناس اللي عندها مخالفات بالملايين، انا ماليش ذنب اذا كان في لجنه بتفحص او لجنه بتحصر او ناس عندها مشاكل، انا كل اللي وردت 500 كيلو، بتسويني بواحد عنده مشاكل بالملايين؟ هو كلام حضرتك سليم وكل حاجه، وفي طبعا اجراءات قانونيه في حاله اذا لم يتم الدفع، ولكن احنا دائما وابدا نقول الطريق الودي. وتواصلنا مع صاحب المطحن وقال وعدنا في خلال 4 5 ايام هيتحل المشكله، لكن لو ما حلهاش وما اداش الراجل اللي عامل حاج الفلوس واخرين، تاكد تماما ان هنحولها للنيابه. بشكرك يا فندم المهندس عادل العتال وكيل وزاره الزراعه ومحافظه الغربيه. يعني المهندس عادل العتال وضح لنا الجهود المبذوله النهارده اللي بتتم فعلا علشان أواجه السحابة السوداء، وفي نفس الوقت أستفيد من الخير.